تظل الرموز الشبابية الملهمة طاقة محفزة ودافعة لكل الشباب من أجل الكفاح وبذل الجهد وخوض التحديات من أجل تحقيق الأحلام. والآن فليتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشريف المسرح لتكريم بعض النماذج الشابة والملهمة في منتدى شباب العالم. محمد حسن، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم وخريج البرنامج الرئاسي، والذي توفاه الله أثناء جائحة كورونا، ويستلمها عنه السيد خالد حسن. رابي جويا، المؤسس والرئيس التنفيذي لتيتش فور سنغال لتعليم الأطفال. كارولاين تورنسي، رئيس برلمان الشباب العالمي للمياه ومسؤول برنامج تطوير القيادة الهندسية. كاليب أنوبيل، طور تكنولوجيا زودت 50,000 مرة بالطاقة المتجددة في غانا ووفرت 50 فرصة عمل للشباب. دينا أيمن، تعتبر أصغر دكتورة في The New Jersey Institute of Technology ومديرة برامج في شركة مايكروسوفت. أمينة تراتوري، حازت على جائزة الاتحاد الإفريقي للشركات الناشئة وأسست شركة تايتين كوزماتيكس بالتعاون مع النساء في المناطق الريفية الفقيرة. روبرت ميلر، الرئيس التنفيذي للتسويق في Hyperloop Transportation Technologies، ويعمل على توفير وسائل النقل عالية السرعة إلى مصر وجميع أنحاء العالم. محمود عبد المجيد، أنشأ منظمة Have a Dream التي وفرت فرص عمل للشباب العالم للتطوع
وتعليم الأطفال في الأماكن التي تحتاج إلى دعم في 35 دولة. مايلين وانغ مهندسة ميكاترونكس وتعمل كمطورة برامج في مجال الأمن السيبراني من شركة اتصالات كبرى تحب الموسيقى. تسنيم قنديل درست الاتصالات والإعلام وأمضت عاماً في لندن في تخصص صناعة الأفلام. كلاريس آيكي درست مجال السياحة والسفر في الجامعة الكاثوليكية في باوندي بالكاميرون وسافرت لبعض دول العالم. سالي عبد الخالق خريجة الأكاديمية البحرية كلية نظم معلومات إدارية وشاركت في مسرح الجامعة وسافرت إلى عدة دول في آسيا وأوروبا.